السلام عليكم. تقريبا كده يا جماعة ان الصين مش هتسكت غير لما تخلص على البشرية اللي في الكوكب كله. لسه ما انتهناش من فيروس كورونا او لقينا حل لفيروس كورونا اللي هو شخرم العالم كله وشخرمنا معاه، الا وهوب نتفاجئ النهاردة بان في فيروس جديد بدأ ينتشر في الصين. الفيروس ده خطير جدا، يمكن خطير عن فيروس الكورونا، لأن مركز مكافحة الفيروسات أثبت بأن فيروس كورونا ممكن عدد الوفيات يصل إلى 4% من عدد الإصابات، إلا أن الفيروس الجديد ده عدد الوفيات أو نسبة الوفيات وصلت ل 32% من عدد الإصابات. خلونا نعرف ايه هو الفيروس ده وايه هي اعراضه وازاي نعمل وقاية لينا ولأولادنا من الفيروس ده. اهلا وسهلا بكم ورجعنا تاني من جديد. طبعا زي ما قلت لكم في بداية الفيديو بان في فيروس بدأ ينتشر في الصين. حقيقة الأمر بأن الفيروس ده إن كان هو قديم شوية أو كان موجود شوية، ولكن بدأ ينتشر في وقت العالم كله في أزمة. طبعا في الصين النهاردة كان في واحد واخد شوية فاكهة كده ومروح بيهم لعياله، وهو بيتفاجئ كل الناس بأنه توفى. بعد التحليل والفحص وجدوا إن هو مصاب بفيروس اسمه هانتا فيروس. طبعا العجيب بان الاثنين وتلاتين اللي كانوا راكبين معاه المشروع بتاعه برضو لقوهم مصابين. طبعا زي ما قلت لك ان الفيروس اسمه هانتا فيروس. الفيروس ده مش جديد على العالم، ولكن كان منتشر في المانيا وكان منتشر في امريكا وحتى بدأ ينتشر في الصين. ايه هي وسيلة الانتشار بتاعت الفيروس؟ الفيروس عامة ده ينتشر عن طريق القوارض او الفئران. طب ازاي بينقلوه؟ بينقلوه عن طريق البراز، اللعاب، البول. طب هل ممكن ينتشر للبني ادمين او للانسان؟ اه بينتشر وبسهولة جدا. ازاي بينتشر؟ لما المس انا جسم صلب كان عليه بول او براز او لعاب بتاع حيوان مصاب، وبعد كده حطيته على وشي، حطيته على بقي، حطيته في اي مكان بينتشر. طب وبعد كده؟ بعد كده الفيروس يبدأ يهاجم برضو الجهاز المناعي والجهاز التنفسي، وبيعمل عندك متلازمة الرئتين، ولو انت ما تلحقتش بعلاج على طول تكون الله يرحمك. طب هل الفيروس ده ممكن ينتقل عن طريق الهواء؟ يعني نادرا لما ينتقل عن طريق الهواء، سواء من انسان لانسان او سواء من حيوان لانسان. في حالة إذا كان في رذاذ أو لعاب أو بول أو براز، الهواء شال بعض الرذاذ أو بعض الذرات منه وبدأ يدخل على الجهاز التنفسي للإنسان. دي وسيلة العدوى من الهواء، زي ما قلتلك بأن شخص صيني نقل العدوى ل 32 شخص عن طريق الرذاذ بتاعه أو عن طريق اللمس. طب إيه هي أعراض الفيروس ده؟ الفيروس ده أعراضه كالآتي: متلازمة الرئتين، صداع، بطء في التنفس، قيء، وجع في البطن، أحيانا بيهاجم الكليتين وبيعمل فشل كامل. زي ما قلتلك إن الفيروس ده ما يستهانش بيه، لأن نسبة الوفيات بتاعته عالية جدا جدا جدا. طب إيه هي سبل الوقاية بتاعته؟ سبل الوقاية: أول حاجة رفع الجهاز المناعي. في فيديو أنا هسيبه لكم في الديسكريبشن تحت فيه مشروب كويس جدا للجهاز المناعي، هيرفع معاك الجهاز المناعي بطريقة كويسة جدا. طب وبعد كده؟ بعد كده حاول إن أنت ما تلمس أي جسم صلب، حاول إن أنت تبعد عن الأطعمة الفاسدة، حاول إن أنت ما تخليش فيه أي قوارض أو حشرات في البيت، حاول إن أنت تغطي أكلك كويس جدا،
حاول ان انت تمشي على قاعدة النظافة من الإيمان اللي هي موجودة في الكتب السماوية كلها. ايدك تبقى نظيفة، وشك يبقى نظيف، جسمك يبقى نظيف. حاول تغسل بإيدك دايما، حاول يبقى معاك معقم او هاند جيل، اي حاجة في ايدك دايما تعقم بيها ايدك وتنظف بيها ايدك. ما تستهينوش بالفيروس ده، وحاول ان انت ما تعملش اختلاط بالناس اللي جايين من بره او الناس اللي كانوا مسافرين. حاول ان انت ما تعملش اختلاط مع اي ازدحام او اي تجمعات بشرية. وبكده نكون احنا عرفنا ايه هو فيروس هانتر، وايه هي العوارض بتاعته، وسبل الوقاية منه. وبكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى لغاية كده، واستنونا في فيديو جديد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.